طيب هنتكلم مع حضراتكم دلوقتي عن مبادرة أخرى، وهي مبادرة صوتك مسموع، ودي مبادرة خاصة بتلقي الشكاوى من الناس من كل المحافظات. والحقيقة أنه هذه المبادرة نجحت في أنها تحل أكثر من 102 ألف شكوى بنسبة 97.2%. دلوقتي معانا على التليفون دكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية. اهلا بحضرتك يا دكتور. ومبادره صوتك مسموع والنجاح اللي حققته، احنا بنتكلم في تقريبا استجابه ل 102 الف شكوى. اهلا استاذه هدير، صباح الخير على حضرتك والاستاذ احمد وعلى اهلنا. صباح الخير يا دكتور. محافظات مصر كلها فندم. هو بالفعل يعني منذ تدشين المبادره في 22 اكتوبر 2018 المبادره دي كانت قايمه على محورين رئيسيين يا فندم: محور اداره محليه بتستجيب لشكوى المواطن، والمحور الثاني اداره محليه بتشرك المواطن في كافه موضوعات اداره الحكم المحلي، كذلك التنميه المحليه. احنا طبعا لما نيجي نتكلم ونلاقي ان احنا جالنا حوالي ما يزيد عن 596,521 رساله حتى نهايه شهر يناير الماضي، هنلاقي انه هذه الرسائل تضمنت حوالي 105,000 شكوى، وتم حل تقريبا 102,540,000 شكوى. ده معناه انه طبعا نسبه الحل حوالي 97.2%. فلما نلاقي الرسائل اللي جات لنا فقط في يناير 17,300 رساله تضمنت حوالي 2,286 شكوى، اترد على 1,853 شكوى بنسبه تقريبا 81.7%، وجاري حل 344 الشكوى المتبقيه. لكن لما نيجي بقى نشوف تصنيفات الشكاوى داخل ال 1,853 شكوى دول، هنلاقي طبعا تحتل المرتبه الاولى حوالي الاشغالات طبعا اللي هي حوالي 1,701 شكوى، يليها القمامه حوالي 936 شكوى، يليها مخالفات البناء حوالي 148 شكوى. طبعا التعديات على الاراضي الزراعيه او اراضي الدوله بالبناء دي كانت حوالي 69 شكوى، ودي تراجعت بشكل كبير جدا عشان تفعيل منظومه التغيرات المكانيه والمكافحه والحد في المهد من اي مخالفات. نيجي بقى بعد كده لتعريف مخالفه تعريف الركوب والاسعار حوالي 27 شكوى، نيجي في المرتبه الاخيره شكاوى مكافحه الفساد 11 شكوى. لكن كل هذه الشكاوى فندم لما نيجي نبص على اليات تلقي هذه الشكاوى واكثر الاليات استخداما من جانب اهلنا في المحافظات المصريه، هنلاقي طبعا الواتساب بتتصدر المشهد بحوالي 12,990 رساله تضمنت 1,936 شكوى، تم حل 1,585 شكوى منها هنا حوالي نسبه الحل 81%، وجاري حل الباقي. يليها صفحتنا على الفيسبوك واللي بيتابعها ما يزيد عن 82,000 متابع، وتلقت حوالي 4,060 رسالة منها 350 شكوى، اتحل 232 شكوى منها بنسبة 76.1%، يعني وجاري حل 73 شكوى. يليها بقى طبعا الايميل ادرس، وخاصة لو كان في وده جالنا 45 شكوى، ده دايما بتستخدم الوسيله دي للشكاوى اللي فيها مستندات ورقيه بترفع اسكان ليها كتير، وبالتالي حلينا من 45 36 شكوى بنسبه 81%، وجري حل 9 شكاوى الباقيه. طبعا عندنا الخط الساخن اللي هو 15,330، وده بيجي لنا عليه استفسارات حوالي 570 استفسار. وطبعا لما نلاقي طيب دكتور خالد، خلينا نتكلم تحديدا، يعني حضرتك ذكرت رقم الخط الساخن، يعني وبحييك طبعا على هذا الكم الهائل من المعلومات اللي يمكن حضرتك قلته لنا او دمجته في وقت قليل جدا، لكن عاوزين نعرف من حضرتك فيما يخص تقرير شهر يناير 2023 استقبلتم كام شكوى، وايه ابرز الشكاوى اللي تم العمل على حلها، او ايه الشكوى الدارجه؟ هل كان في قاسم مشترك ما بين الشكاوى المتعدده من المحافظات المختلفه؟
يعني خليني اقول لحضرتك فعلا زي ما قلت في كلامي انه بالفعل الشكاوى اللي جات لنا في شهر يناير على بصوره اكثر تحديدا 1853 شكوى. نعم. اتحل 2286 شكوى، اتحل منهم 1853 بنسبه 81.1%. نعم. طبعا لما نلاقي ابرز الشكاوى كانت في الاشغالات اللي هي الاشغالات الخاصه بالطريق وغيرها، دي كانت 1701 شكوى، ويليها طبعا القمامه اللي كانت بتتصدر في الاول المشهد وتراجعت في هذا الشهر للمستوى الثاني، ودي حوالي 936 شكوى، والشكاوى الخاصه بمخالفات البناء كانت 148 شكوى، ثم التعديات 69، ثم مكافحه تعريفه التغير في تعريفه الركوب والاسعار دي 27 شكوى، ومكافحه الفساد 11 شكوى. نعم. فطبعا يعني خليني اقول لحضرتك انه اكثر المحافظات اللي بتيجي منها شكاوى كذلك اكثر المحافظات اللي سرعه استجابه. نعم. بتيجي القاهره في المرتبه الاولى، يليها الاسكندريه، يليها القليوبيه، يليها بعد كده الدقهليه، يليها الشرقيه، ثم تاتي بقيه المحافظات المصريه في سرعه الاستجابه. صحيح. وخليني كمان اقول انه احنا عندنا غرفه عمليات لصوتك مسموع في تحت سمع وبصر السيد الوزير، وعندنا 27 غرفه عمليات لصوتك مسموع في 27 محافظه مصريه بيرقصها بشكل مباشر السيد السكرتير العام للمحافظه. نعم. وبالتالي هناك تواصل يعني سريع بيننا وبين الغرف، سواء الغرفه المركزيه او الغرف الفرعيه على مستوى المحافظات لحل هذه الشكاوى. ويمكن يا دكتور الفارق في مبادره صوتك مسموع هي مساله المتابعه المستمره لمؤشرات الاداء، ومنها التواصل المستمر مع الناس لتحقيق اداء افضل في مساله حل كل الشكاوى اللي بتصدر عن صحيح. المحافظات. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزاره التنميه المحليه، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. يمكن مبادره من المبادرات الهامه اللي بتخلي المواطن كمان ليه دور فاعل، فكرة اللي هو يكون مراقب للأداء كمان في الشارع، وفكرة اللي هو يتواصل يبقى فيه جسور من التواصل المباشر. صحيح. مع الجهات يعني التنفيذية تحديدا.